أمنياتي قد أشرقت في حياتي. قال الأستاذ الأديب عايض ابن محمد القرن: أمنياتي قد أشرقت في حياتي وسناها يلوح في المنجزات لم تكن هكذا وليدة يوم بل خطى حازم مدى سنواتي وحده الله يا بني حقيق بثناء معطر الكلمات أشكر الله واستزده فربي يزد الشاكرين فيما سيأتي كنت في مسجد النبي كغاد نحو كنز يروح بالأعطيات بين بيت ومنبر ونواح تتسامى أراك في الحلقات أي بر ينالني حين أصغي لصغيري يرتل الآيات ليس والله بالصغير ولكن هو عندي كتلكم الباسقات طلعها يجتنى طريا نضيدا كل حين كأعذب الثمرات ما الذي أبدي من شعور اغتباط وسروري الثجاج كالمعصرات في يمين اليراع يهفو اشتياقا لقراطيس دفتري ودواتي وأمامي تاج الوقار ينادي فتلبيه أحرف الباسمات هل سأشدو أم أكتفي بدعاء لك يبني هذه اللحظات نعمة حفظك الكتاب وحق أن يزكى بصالح الطاعات يا بني الأثير لا تتوانى وتعاهده سائر الأوقات ذاك نور يهدي القلوب ويجلو بهداه غياهب الظلمات رب آتيتني صلاح بنين فلك الحمد يا عظيم الهبات رب آتيتني صلاح بنين فلك الحمد يا عظيم إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.